معنا الآن شبكة مراسلين من البقاع هذيل نماس، من بعبدة محمد شبارو، ومن الجليل الأعلى أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك أحمد بما يتم تداوله إسرائيليا وبيانات الجيش التي تم الإشارة فيها إلى مقتل جندي إضافي، ما يرفع حصيلة الجنود القتلى على مستوى هذه الجبهة في الساعات القليلة الماضية إلى 5. يعني بالفعل اليوم تم الإعلان عن 5 جنود قتلوا في داخل لبنان، من بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي. 4 منهم تعرضوا لكمين في إحدى البلدات اللبنانية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي منذ فترة، وقام بتمشيط هذه المنطقة أكثر من مرة بحسب هيئة البث، ولكن فوجئوا بقوة وعناصر من حزب الله خرجوا في ساعات ظهر الأمس وحصلت اشتباكات مباشرة واستغرقت عملية إخلاء الجرحى والقتلى من هذا الموقع حتى فجر هذا اليوم، ما يعني أن عملية الإخلاء تمت تحت النار. 17 جنديا وضابطا قتلوا خلال هذا الأسبوع، خلال أسبوع في داخل لبنان، من بينهم 15 قتلوا منذ مساء الأربعاء، وهذا في ارتفاع واضح بعدد القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هذه الاشتباكات. فعلى ما يبدو أن عناصر من حزب الله باتوا قادرين على رصد القوات الإسرائيلية الموجودة في الخط الأول من الحدود واستهداف هذه المواقع بالصواريخ الموجهة والقنابل أو حتى من خلال الاشتباك المقابل، من خلال الاشتباك المباشر. هذا الأسبوع ربما كان الأصعب منذ أن بدأت إسرائيل الاجتياح البري، وهي تواصل تدمير وتفجير منشآت ومبانٍ داخل البلدات اللبنانية. اليوم تم نشر توثيق في هيئة البث لتفجير حي في داخل بلدة العديسة في جنوب لبنان. أيضا قبل قليل الجيش الإسرائيلي نشر أكثر من فيديو للتفجيرات داخل الجنوب اللبناني، يدعي بأنه استهدف منشآت تابعة لوحدة الرضوان، وهي الوحدة الخاصة التابعة لحزب الله. منذ صباح هذا اليوم بدأت العمليات بوصول مسيرة إلى محيط عكا واستهداف منشأة أو مصنع للصناعات العسكرية الإسرائيلية بحسب الإعلام الإسرائيلي، ولكن أيضا تم إطلاق دفعات صاروخية ربما هي الأقل منذ الأيام الماضية، ولكن نتحدث عن إطلاق 75 قذيفة صاروخية دفعة واحدة نحو مناطق في الجليل الأسفل بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ خلال دقيقتين، ولكن أيضا تم إطلاق عدد من الصواريخ نحو إصبع الجليل وتفعيل صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها، إضافة إلى عدة استهدافات كانت في الساعات الماضية. ولكن إذا ما قرنا وتيرة إطلاق الصواريخ اليوم بالأيام الأربع الماضية فنحن نتحدث عن الأقل من ناحية عدد الصواريخ والقذائف التي تم إطلاقها من لبنان. في الدقائق الماضية أيضا أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إضاءة تحديدا في محيط منطقة يفتاح أو كيبوتس يفتاح في إصبع الجليل، ليس واضحا بعد إن كان ضمن إن كان الجيش الإسرائيلي قد رصد حركة ما فأطلق وقام بإطلاق هذه القنابل الضوئية أم لا، ولكن في هذه المناطق الحدودية هناك تجمعات للجيش الإسرائيلي، وهناك أيضا بعض المناطق التي بالفعل بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحه إلى الجنوب اللبناني من خلال تجاوز السياج الحدودي، تحديدا في منطقة مزقاف عام ومناطق في إصبع الجليل، وهذه المناطق أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية بأنها مناطق عسكرية مغلقة. أحمد جرادات من الجليل الأعلى، شكرا جزيلا لك. محمد شبارو، حدثنا عن آثار الغارة الإسرائيلية على صيدا. سهام، بالفعل يعني في صيدا بالتحديد حارة صيدا الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة صيدا، جاء هذا الاستهداف الإسرائيلي بصاروخين من مسيرة إسرائيلية على إحدى الشقق، مما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وأكثر من 25 جريحا بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية. هذا الاستهداف اليوم هو يأتي في سياق الاستهدافات المتكررة للمناطق المكتظة بالسكان التي نزح إليها أيضا السكان من الجنوب بالتحديد في محيط صيدا. نتحدث عن المنطقة الممتدة من صيدا إلى قرى شرق صيدا وضواحي مدينة صيدا وصولا حتى قضاء جزين أو أغلب مدينة جزين بالتحديد. هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة من جنوب لبنان التي لم تخلى من السكان، بل على العكس هي استقبلت نازحين، ولهذا يسجل عادة عدد كبير من الشهداء في الاستهدافات الواقعة في المناطق التي اعتدت
تعتبر آمنة نسبيا والتي نزح باتجاهها السكان ليس فقط في صيدا وضواحي صيدا بل أيضا في مختلف محافظات جبل لبنان وشمال لبنان والعاصمة اللبنانية بيروت. وهذا أيضا ما يذكرنا بالمجزرة التي ارتكبت أيضا في عين الدلب وهي أيضا تقع في ضواحي صيدا وذلك قبل أسابيع. يومها أدت هذه الغارة أيضا إلى استشهاد نحو 70 شخصا وبالتالي نتحدث عن اكتظاظ سكاني وبالتالي عدد كبير من الشهداء والجرحى. ولكن الاستهدافات الإسرائيلية اليوم لم تقتصر فقط على هذه المنطقة بل أيضا في البرج الشمالي في ضواحي مدينة صور الجنوبية أيضا استهداف إسرائيلي في مدرسة تابعة للأونروا بالقرب من أحد المخيمات الفلسطينية مخيم برج الشمالي وبالتالي أيضا الحصيلة تشير إلى 5 شهداء ولكن لم يصدر بعد أي بيان أو حصيلة عن وزارة الصحة. تتنوع الاستهدافات أيضا واستمر القصف الإسرائيلي في مختلف بلدات الجنوب وصولا إلى البقاع على وقع أيضا استمرار العمليات من قبل حزب الله على طول الحدود اللبنانية. سجل حتى الساعة 19 عملية أغلبها عمليات اشتباك حدودية تحديدا في عدد من المناطق داخل الأراضي اللبنانية وفي المستعمرات والسكنات المنتشرة على الحدود. ولكن أيضا بدأ حزب الله اليوم بتفعيل المعادلة أو الرسالة التي وجهها يوم أمس لإخلاء مزيد من المستوطنات وذلك عبر القصف والرشقات الصاروخية التي استهدفت تحديدا نهرية وكرمائيل. ونتحدث عن مستوطنات هذه المستوطنات كانت ذكرت في البيان الذي صدر يوم أمس عن حزب الله. محمد شبارو من بعبدا شكرا جزيلا لك. هذه حصيلة الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع اليوم. تراجع وتيرة الاستهدافات والغارات الإسرائيلية على البقاع اليوم مع تكثف هذه الاستهدافات على مختلف البلدات الجنوبية ووصولها إلى العمق كما تحدث الزميل محمد في صيدا وصور. آخر الغارات كانت استهداف مباشر من قبل مسيرة إسرائيلية نحو سيارة في طريق حوش بردة في غربي بعلبك. هذا الاستهداف أسفر عن حصيلة 3 شهداء ممن كانوا يتواجدون داخل هذه السيارة وبحسب المعطيات هؤلاء كانوا في موقع تم استهدافه بشكل سابق ويبدو أنهم كانوا يتفقدون المنزل الذي كان في موقع الحادثة. هذه الاستهدافات كان قد سبقها بعد منتصف ليلة أمس غارات في محيط بعلبك تحديدا في شمسطار هذه البلدة التي كان قد غادرها عدد كبير من النازحين ومع توارد أنباء بعودة عدد من العائلات إلى منازلهم. يوم أمس شهدت البلدة 4 غارات إسرائيلية سواء كانت في الجرود أو في وسط البلدة. أيضا تجددت الغارات على المناطق الحدودية شمالية البقاع غارات مجددا على معبر مطربة الحدودي الذي كان قد خرج عن الخدمة في السابق كذلك غارات على طريق جرماش هذا الطريق الذي يعتبر معبرا غير شرعي يستخدم للتنقل بين الجانبين السوري واللبناني. بهذا تكون كافة المعابر الحدودية قد استهدفت سواء كانت هذه المعابر رسمية أو غير رسمية وخرجت عن الخدمة في تأكيد على قطع كافة الأوصال البرية. هناك اعتقاد إسرائيلي أن هذه المعابر تستخدم لإمدادات من قبل حزب الله. ونتحدث عن استهدافات إسرائيلية مكثفة على البقاع الشمالي. هذه نماس من البقاع شكرا جزيلا.